والاعتكاف إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. ما معنى مطلقا؟ يعني يقول الإنسان أعتكف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو دخل المسجد واعتكف أقل الاعتكاف هذا يسمى معتكفا، لأنه أطلقه. لو جلس يوما هذا أيضا يسمى معتكفا، لو جلس يومين في المسجد يسمى معتكفا مطلقا، إن كان سنة أو منذور. قال نذرت أن أعتكف لله سبحانه وتعالى، ودخل إلى المسجد واعتكف في هذا المسجد، هذا مطلقا. طب إذا قيده، إذا كان سنة أو نذر، قال يعني أعتكف يوما، أعتكف ليلة، أعتكف ساعة، يجب عليه أن، إذا كان سنة يستحب له الإتمام لا يجب عليه. يعني إنسان قال أنا قيد الاعتكاف، قال أعتكف في المسجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وخرج، يعني هذا ليس عليه إثم. لكن إنسان لو قال نذرت أعتكف فرض أو نذر في المسجد ساعة، هذا يجب عليه أن يتم الساعة أو أن يتم اليوم أو أن يتم الشهر الذي فرضه على نفسه، إلا إن خرج لحاجة ضرورة، يعني إلى الحمام، إلى أمر مهم.